صرحت النجمة سلافة معمار أن المرأة عندما تقترب من 50 تصبح كالجوهرة وتتصالح مع نفسها وتلغي من حياتها ما يزعجها. أما عن أول قصة حب عاشتها فكانت مع ابن الجيران بالبناية بعمر 13 عاماً وأنها تحب حالة الحب، وأصبحت تنظر للعلاقة بعمرها الآن على أنها تكاملية وقائمة على النضج والاحتواء. وأعلنت أنها تعيش قصة حب الآن مع رجل حنون يحتويها ويحبها كما هي ومؤمن بعملها ونجاحها وهو رفيق لها، والجميل بحبهما أنه متوازن وعاقل، وقد تتكلل هذه العلاقة بالزواج في الوقت المناسب حيث إنها شخصية ميالة للاستقرار والعلاقات الطويلة، خصوصاً أن ابنتها ذهب كبرت وصار من الأسهل أن تتقبل وجود شريك بحياة والدتها. وبالنسبة للخيانة وصفتها بالجرح العميق، والمسامحة لديها تختلف تبعاً لظرف العلاقة، وأن شخصية أسيل في الخائن تتقاطع معها ببعض الأماكن بحياتها.